سلام شباب، انا شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، وياكم بشار محمد بفيديو جديد. اهم شيء اذا مو مشترك تشترك بالقناه وتفعل زر التنبيهات، واذا مو حاطط لايك حط لنا لايك للفيديو. ولنبدا اليوم، طبعا مثل ما شايفين ما في رياكشن بمناسبه وصولنا ل 1500 مشترك. طبعا هاي الفكره اقترحتنا اياها اختنا متابعتنا مريم العراق، ونحن طورناها شوي. يعني اليوم ما في رياكشن مثل ما شايفين، اليوم راح يكون فقرة الأسئلة. كيف يعني فقرة الأسئلة؟ جميع متابعينا مشاهدينا أصدقائي أحبائي بإمكانكم تشاركونا بهاي الفقرة. كل واحد فيه يسألني أسئلة. كيف يعني أسئلة؟ يعني من سؤال أو سؤالين أو ثلاث أسئلة، راح تحطوا لي إياها بالتعليقات، وأنا بفيديو جديد إن شاء الله راح أجاوب كل أسئلتكم. راح يكون فقرة حلوة كتير بظن. إذا كان عندكم أي تعليق تاني فيكم تحطوا لي إياه غير الأسئلة طبعا، لأنه قررنا نسوي مقدمة جديدة. كيف يعني مقدمة جديدة؟ أفضل التعليقات بفيديوهات الفيديو القديم، يعني مثلا كيف اليوم نشرت فيديو، أفضل التعليقات راح أنشرها بالفيديو الجديد اللي جاي في المقدمة. يعني راح تكون حلوة، كل واحد يعلق هيك تعليق حلو راح ننشرها بفيديو الجديد، بمقدمة فيديو جديد طبعا. إن شاء الله تكون وصلتكم الفكرة. طبعا الكل يشارك ويسأل الأسئلة، ويعني فيك تسألني سؤال أو سؤالين أو ثلاثة. يلا حبايبي، أتمنى تتفاعلوا مع الفيديو وتسألوني أسئلة. طبعا غير الأسئلة فيكم تعلقوا تعليق حلو مشان لما أنشر فيديو جديد حط تعليقاتكم بمقدمة الفيديو اللي راح يجي. أحلى متابعين بالدنيا، بحبكم كتير، وكان معكم بشار محمد، والسلام.